السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متتبعي أخبار وثقافة، سعداء بلقياكم في جلسة جديدة وفي لقاء جديد مع كل المتتبعين لهذه القناة المشجعين لها. في البداية كانت منكم إن شاء الله باش تنخرطوا معنا وباش ديروا جيم وتبارتاجيو وتساعدونا وتحركوا شويه هذه القناه، جزاكم الله خيرا، لان القناه ديالنا هي الهدف ديالها هو الخير والتسامح. هذا هو الشعار ديالها، التسامح والتآزر والمحبه. اليوم بغينا نتحدثوا على واحد الحدث مهم جدا ومتميز، ويعني كان حدث الاسبوع والحدث يعني رائع، هو الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، الذكرى 24 لعيد العرش المجيد. وكما هو معلوم فإن العلاقات، وهذا هو اللي غادي نركزوا عليه، العلاقات بين جيران المغرب، فرغم الظروف التي تمر بها والانعكاسات والتصدعات والمشاكل، إلا أن الملوك الكرام والملوك العظام عندما يتحدثون عن هذه العلاقات يصفونها بالعلاقات المستقرة. المستقرة، خطاب الملك لعيد العرش تحدث عن العلاقات الجزائرية فوصفها بالعلاقات المستقرة. فعلا بالنسبة للمغرب مستقرة، لأن المغرب لم يقطع علاقات، لم يغلق حدودا لا برية ولا جوية. إذن يعني العلاقات مستقرة بالنسبة للمغرب. والمغرب وملوك المغرب المعروفون بالرزانة والتبصر وبعد النظر، فجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما يمد يده إلى أشقائنا وإخواننا في الجزائر من أجل غلق هذه الصفحة السوداوية التي أصبحت تعرفها العلاقات المغربية الجزائرية. حتى أثناء حرب 63 ولا يعني أثناء المسيرة الخضراء والتصدي ديال الجزائريين لهذا الحدث العود الكبير، ما وصلتش العلاقات لهذا التردي اللي وصلنا له اليوم. ولكن الملوك كما قلت عظام، لأنهم لم يؤاخذوا الأشقاء الجزائريين بهذه الهجمات على الوحدة الترابية للمملكة، ولكن يقولون دائما ويفتحون باب التفاؤل وباب التآخي وباب المحبة. يقول جلالة الملك: نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى، يضيف جلالته، أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. إنها كلمات رائعة، كلمات ذات حمولة ثقافية، ذات حمولة يعني حمولة ثقافية فكرية استراتيجية، لأن الهدف ديالها هو يعني هذا الجليد، تذويب الجليد وتذويب هذه الخلافات التي تجمع بين الجزائر والمغرب من أجل فتح صفحة جديدة. والملك لما دال هذه الإشارة ديال لن يأتيهم الشر من عندنا، لأن الإخوان الجزائريين يريدون من خلال إيهام الشعب الجزائري أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب هي ستضر بالشعب الجزائري وتهدد الأمن القومي الجزائري، وهذا غير وارد. وصاحب الجلالة أراد من خلال هذه الدلالات أن المغرب لن يضر الجزائر، وأنه لن يأتي السوء ولا الشر من المملكة
المغربية. الخطاب الملكي كذلك كانت فيه إشارات كبيرة بالنسبة للعلاقات بين جميع الدول الشقيقة والصديقة والتي اعتبرها مهمة جدا، وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، مشددا ومتمسكا بمبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو دليل واضح، دليل واضح على أن مبادئ المغرب التي دائما كان متشبثا بها ملكا وحكومة وشعبا هو دعم القضية الفلسطينية والأخذ بالقضية الفلسطينية، واعتبار أن حل الدولتين هو الحل النهائي لهذا النزاع الشرق أوسط. يعني المغرب لما دار علاقة مع إسرائيل باش ما نكثروش المزايدات، باش الناس الإخوان ديالنا ما يبقوش يتزايدوا علينا، باللي مشكل قضية فلسطين لن يتغير ولن يتزعزح، وأن صاحب الجلالة هو رئيس لجنة القدس، وأن الأمور تسير هكذا. بالعكس، عندما يكون للمغرب علاقة بإسرائيل يمكنه أن يستثمرها في خلق يعني مصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو يعني تلطيف الأجواء. ولكن للأسف الشديد بعض الدول وبعض الأشقاء يزايدون علينا بالقضية الفلسطينية، ولكنهم هم سواء الرئيس الجزائري في البرتغال عندما قال حل الدولتين فهو اعتراف صريح بإسرائيل، مادام قال حل الدولتين فهي فلسطين وإسرائيل، وكذلك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يعني البيان الختامي للقمة يؤكد على حل الدولتين وهو اعتراف بإسرائيل، باش ما نزيدوش على بعضيتنا وما نقولوش إلا قلنا العرب قاع ما قدموش الكثير القضية الفلسطينية متفقين، بصح واحد يزيد على واحد وهو ما قدم لها حتى شي حاجة، هذا شيء غير مقبول ومردود على صاحبه كما يقال، لأن المغرب قدم القضية الفلسطينية الكثير. أليس في المغرب تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في الرباط، وعندما تعرض المسجد الأقصى سنة 69 للحرق من ثورة الصهاينة كان المغرب أول دولة دعت إلى عقد قمة إسلامية بالمغرب للتنديد بهذا العمل الإجرامي التي قامت به إسرائيل. واليوم ورغم العلاقات مع إسرائيل فالمغرب كلما كانت هناك مناوشات أو اعتداءات على الشعب الفلسطيني إلا وراسل سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو تدخل لدى إسرائيل من أجل التخفيف من التوتر. إذن ما نزيدوش على هذه المسألة الفلسطينية، والمغرب ثابت باقي على يعني مبدئه وحبه وتعلقه بالقضية الفلسطينية رغم كل ما يحاك وكل ما يقال، إن جلالة الملك يعني فند هذه المزاعيم وفند هذه الأكاذيب. نعود للقضية المغربية الجزائرية ونقول للإخوة الجزائري، نقول للإخوة الحكماء الجزائريين، الناس ديال الحكماء، وسمعنا بعض يعني المؤثرين حال أنور مالك ولا وليد كبير تحدثوا وفرحوا ورحبوا بهالبادرة الملكية اللي خص كما قالوا هما العسكر ياخذوها ويحاولوا يعني تهدئة الأوضاع والجلوس الطاولة باش نتغلبوا على المشاكل والصعاب اللي بيننا. احنا بيننا وبين الجزائر إلا قضية واحدة بالنسبة لنا، هو الوحدة الترابية للمملكة. احنا ما عندناش مزايدة في الوحدة الترابية للمملكة، والمقدسات ديال المغاربة هي الإسلام والملكية والوحدة الترابية، هذا الشيء ما نناقشوش فيه، وكل المواضيع الأخرى وكل المسائل الأخرى قابلة للنقاش والحوار
والحل والتفاوض. هذا هو اللي كنقولوا دائما الاخوه الجزائريين، كما قلت لكم الناس الحكماء ديال الجزائر، المثقفين ديال الجزائر، علماء الجزائر، الناس المؤثرين، الجمعيات، المجتمع المدني، كلهم خصهم يديروا واحد الموقف باللي قرار فتح الحدود هو قرار انساني قبل ان يكون قرار سياسي. لان بالنسبه لنا احنا اهل الشرق بعدا راه قرار انساني. الناس جزائريات هنايا وجزائريين بغاو يشوفوا والديهم، بغاو يشوفوا احبابهم، وما قدروش يبعدوا عليهم غير كيلومترات معدوده، خصو يمشي حتى لتونس، ومن تونس يمشي للجزائر، ومن الجزائر يمشي لوهران، ومن وهران يمشي المغنيه عاد يوصل لحبابه في مغنيه ولا في بورصاي ولا كما نقولوا لهم. هذا الشيء راه يعني مؤسف ومبكي. والناس اللي راهم يتسرعوا في الساعه بحال بونيف في الساعه تسرع وقال احنا ما باغينش فتح الحدود وما باغينش ولا نستجيب ولا يعني لهذا الخطاب الملكي، كنقول له سبونيف انت كتمثل نفسك او لا كتمثل واحد المجموعه ديال المرضى اللي ما باغينش الحدود بين المسلمين. انتم راكم تمثلوا اجنده اجنبيه، واخا رامي خرج انت تحب ارضاء بعض الناس في العسكر، لانك في العسكر ربما ماشي كلهم متفقين على هذا المهزله وعلى هذا يعني الماساه الانسانيه، ولكن انت تمثل واحد المجموعه، ما تمثلش الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما كتمثلوش انت السيدي. الناس انت ما هضرتش على الناس اللي في الحدود، الناس اللي كيشتغلوا بالتجاره في الحدود سواء الجزائريه والمغربيه، كانوا تجارة وكلهم لبس عليهم للي منا وللي منا، كلهم كانوا مستفيدين وكانوا على الحركة تجارية كبيرة والناس داروا فلوس كبيرة في هذه الحركة التجارية، وكانوا لا المغاربة ولا الجزائريين. ما غاديش تزيد عليا تقول لي غير المغاربة ولا انتم راكم تستفدوا، كان استفادة متبادلة. عندكم انتم البترول والليسانس وحنا عندنا الخضر والفواكه والمسائل كلها، كانت لما تدخل المغنية كتجبر السلعة ديال المغرب تما منتشرة، ولما كتدخل الوجدة كذلك تجبر السلعة ديال الجزائر تما منتشرة. هادشي عادي، ودائما الدول اللي بيناتهم الحدود كاين هذا التهريب، ما يمكنش تقطعوا في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول المجاورة ديالها أمريكا اللاتينية كاين هذا التهريب، وكاين تهريب عاد ديال المسائل. أما أنتم كتهمونا بشي اتهامات ديال المخدرات، ودائما عندكم ودائما ديروا احصائيات ودائما التلفزيون كيقولوا رانا شدينا هنا وشدينا هنا وشدينا هنا، راه القنب الهندي كما تقولوا انتم الكيف راه اسهل وابسط من هذا القرقوبي اللي راكم تجيبوه لنا. واليوم انتم راكم اعترفتوا فواحد البلاغ جديد باللي الوساد كتجيكم من ليبيا كيجيبوها لكم ما نعرفش دول اخرى وكيدخلوها للجزائر، وهذه كتدخل المغرب، كتدخلوها لنا انتم للمغرب، ولا انتم كتصنعوا الاقراص المهلوسه وهي اكثر خطوره من الكيف. الكيف ربما غيهدي، وما هذيك راه تخلي الانسان ما يحش حتى بشي حاجه ويرتكب الله يستر يعني جرائم، لان العقل ديال الانسان ما يبقاش. المهم انا ما نطولش عليكم، نتمنى باش الحكماء ديال الجزائر يفكروا مزيان، ولا الساسه ديال الجزائر، ولا المثقفين، ولا الاساتذه، ولا العلماء ديال الجزائر، ولا الفاعلين، ولا كل شيء يفكروا في هذا الخطاب الملكي بجديه وبرزانه وبتبصر وبحكمه، لان صاحب الجلاله ما اعطاهم هذه الاشارات، اعطاهم هذه فتح الأذرع ديال المغرب ليهم، قال لهم نفتحوا الحدود، لأنه يعرف أن هذا إغلاق الحدود ويسبب خسائر اقتصادية للمغرب الكبير، ماشي غير المغرب والجزائر، راه سببناه لتونس، سببناه لموريتانيا، إوا هاد الشيء راه بزاف. والليبيا يعني كون كانت الحدود الإنسان قنط في وجده يصبح في وهران، قنط في وهران يصبح في الدار البيضاء، يصبح في تونس، يصبح في برقة في ليبيا. يعني كاين الانسان يجبر واحد المتنفس، وراه حتى مصلحه العسكر غير مره مش عارف ان الشعب لما يجبر فين يمشي، يجبر فين يتحرك، يجبر فين يتاجر، يجبر فين يعمل، يجبر فين يعني غادي يكون واحد المتنفس. انتم الان درتوا للجزائر
سجن كبير بلعتوا الحدود مع تونس، كان شويه الحركه ولكن قليله، لان كل شيء دائما بيناتكم المد والجزر. وديك النهارات للاسف الشديد درتوا شي ناس غدا وشي صوالح ديال الماكله، الماكله اللي ما مادة ولا مخدرات، لو ضربتهم سنوات ديال السجن، ربما 5 سنين ولا 6 سنين ديال السجن، لان ادى شويه الماكله يعني المواد الغذائيه ادى بزاف. واش هذا الشيء يعقل؟ دوله عربيه اشقه، واحد ادى المواد الغذائيه شويه بزاف، نحكموا عليه لان هرب، نحكموا عليه، نصادروا له ديك المواد الغذائيه، نقلعوا له ديك المواد الغذائيه ونطلبوه، ولا نديروا له شي حبس خفيف، ولكن باش نديروا له واحد 5 سنين بدعوى انه يهرب المواد الغذائيه، فهذا مؤسف ولا يخدم القضيه المغاربيه. بغيت نشير غير بواحد العجاله، بان الخطاب الملكي كان خطاب كبير جدا، لا داخليا ولا خارجيا، حيث تحدث على العديد من القضايا، منها ترشح المغرب للكأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا، وهذا الشيء اللي يعتبره حدث تاريخي غير مسبوق، لأن حدث بين قارتين اللي تنظم هذا العرس الرياضي الكبير بين قارتين، وأن إن شاء الله غادي تكون ناجحة إن شاء الله وموفقة، كما تحدث جلالته عن مشاريع ومنجزات أخرى، من هي قال إن صناعة السيارات مغربية مشاريع تؤكد إن صناعة السيارات المغربية تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، كما تحدث جلالته عن الماء وضرورة يعني دعا الملك محمد إلى التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وقال الملك في خطاب العرش الذي ألقى أول أمس: نؤكد أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي واللامسؤولي للماء، مضيفة أن تدبير الموارد المالية يتطلب المزيد من الجدية واليقظة. كما سبق أن خصص الملك محمد السادس خطابه في أكتوبر من السنة الماضية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 لموضوع الماء وإشكالاته. وقال الملك حين: إن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. وزاد بالقول: ندعو لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية. قال إن المغرب تمكن من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات، ودعا إلى فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة، معتبرا أن تقديم ملف ترشيح مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهاية كأس العالم لكرة القدم هو إنجاز يتطلع المغرب ويعمل على أن يكون تاريخيا على جميع المستويات. قال الملك إن هذا المشروع أمثله مشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في الطاقات وقدرات شبابنا، وتشجيع على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزيز علامة صنع بالمغرب، وتقوية مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج. ودعا الملك في خطاب العرش إلى الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. المهم هذا الخطاب كان خطابا شاملا ومانعا، يعني كان خطاب رائع لأنه تحدث عن الكثير من المسائل الرياضية، الصناعة ديال السيارات، تحدث عن الكثير من القضايا التنموية كبيرة، واللي نتمنوا إن شاء الله بلادنا باش تكون دائما في مقدمة الدول النامية وفي مقدمة الدول
التي لها وزن إقليمي ومكانة إقليمية. لما نطول عليكم، ربما سنعود إلى الحديث وتحليل هذا الخطاب التاريخي اللي يعني كان عنده واحد الوزن كبير جميع الميادين داخليا وخارجيا، واستقطب واحد الاهتمام دولي كبير نظرا لما تضمنه من إشارات ودلالات وحكمة وتبصر وبعد نظر في جميع المسائل التي تناولها. نشكركم على حسن التتبع والإصغاء، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. الله يخليكم، ما تنساوش تشترك في القناة، تفعيل القناة، الانتقادات ديالكم، التعاليق ديالكم، ونتمنى لكم أيام سعيدة وعطلة سعيدة مع الأهل والأحباب، ومرحبا بجاليتنا في الخارج التي تقضي عطلها بالمغرب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.